تأثير ما يجري على التجارة الدولية، كيف ستتأثر التجارة الدولية؟ الحوثي أستاذ محمد لا يلبث أن يجدد دائما الرسالة، المسألة ليست تهديد للملاحة، المسألة ليست تهديد لحركة السفن غير المرتبطة بدولة الاحتلال، المسألة مرتبطة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف العدوان. يبدو أن هذه الرسالة لم تصل، بالتالي تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية على نحو أن كل ما يتحرك في البحر الأحمر هو هدف لجماعة أنصار الله الحوثي، مع أنهم كانوا واضحين بتحديد الهدف. بطبيعة الحال طبعا يعني الحوثيين عندما استهدفوا السفن الإسرائيلية أو السفن التي تخدم المواني الإسرائيلية من ولاحقا ألحقوا بها السفن حلفاء إسرائيل، بلا شك أي اضطراب في الأمن في البحر الأحمر يؤثر على التجارة الدولية بلا شك. فلذلك شاهدنا الشركات الخاصة بالتأمين على الملاحة على النقل رفعت وربما بعضها قرر أنه خلاص لم يعد قادر على تحمل هذه المسؤولية، فبعضها ترك البحر الأحمر وذهب بعيدا إلى رأس رجاء الصالح، وهذا طبعا يضاعف كثيرا على أسعار عهد ما قبل فتح قناة السويس. نعم رجع لنعم للزمن القديم، من ثم يؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار السلع التي تستورد عبر هذا الطريق وأسعار قيم التأمين عليها، فضلا على أنه أيضا أتاح فرصة للمنظمات التي ظلت أيضا في البحر الأحمر فترة من الفترات تمارس بعض القرصنة واختطاف السفن. هناك أكثر من سفينة تم الإعلان عنها أنها اختطفت إلى السواحل الصومالية. نعم. فلذلك يؤثر على التجارة ويؤثر على كثير من الأشكال التموضع الدولي في البحر الأحمر، وربما يرتد إلى إلى البحر العرب مداخل البحر الأحمر الجنوبية. نعم. كذلك يعني. وهو يؤثر حقيقة تأثيرا مباشرا على التجارة الدولية وأسعار المواد وليس فقط على الجهات المستهدفة في البحر الأحمر.